مشاهدي الكرام، مرحبا بكم. احنا الان طرقنا لضيه لاله اميره، الان على المشارف ديالها ان شاء الله باذن الله غادي ندخلوا لها كما كتشوفوا معنا. الحمد لله، واخا رغم الطريق صعيبه ونحن بادي تحدينا الصعاب، حاولنا بغينا نفوز على راسنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، تابعوا معنا على قناه سويد تي في. ان شاء الله غادي ندوزوا واحد الرحله زوينه زوينه بزاف مع العائله ومع الاحباب كذلك. انتم احبابي، مرحبا بكم. احنا الان على المشارف ديالها، المياه والخضره، الجو زوين صراحه الله، مع العائله ومع الاحباب. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم، اهلا وسهلا بكم. كما كتشوفوا معنا في الصوره زرقه المياه والطبيعه الحمد لله، شجر الوليدات هما كيعوموا تبارك الله. شوفوا معنا الوليدات تبارك الله تما ناشطين وفرحانين ومفوجين. السلام عليكم احبابي خوتي، نتمنى الله تكونوا على خير وبخير، الله يحفظكم الله يسهل لكم الامور ديالكم، نتمنى الله تكونوا ديما على خير وبخير. خوتي، من بعد ما تم رفع الحجر التدريجيا قررنا نخرجوا نفوجوا شويه، راك عارفين الضغط والستريس ديال الخدمه وبزاف د الحوايج، قررنا نخرجوا مع العائله مع الزوجه ومع الاهل والمقربين ديالنا. وهي معنا الاخت سكينه، هي واحدة من بنت الخالة ديالي، حتى هي خدت الفوج معايا. مرحبا بكم. دابا حنا كنتواجدوا في واحد الضيه سميتها لالا سكينة، بغيت لالا أميرة. كيجاك الجو؟ مزال زوين بزاف ان شاء الله. حتى نتوما تجيو لهاد البلاصة هادي وتشوفوها وتكتشفوها، راه زوينة في المستوى ان شاء الله. الله يحفظك، الله يسهل لك الأمور ديالك وديال لالا سكينة. وتعرفوا واحد الحاجة، هاد السيدة هي المنشطة ديال الجروب، تبارك الله الجروب كبير كلون. حنا كنتواجدوا في ضية أميرة، والله العظيم اول مره كنجي لها وصراحه عجبتني بزاف بزاف، وبغيتكم تجيو ليها تشوفوها. والله الا واعره، ولو رغم ذلك الطريق ما كناش عارفينها وتعذبنا في الطريق صراحه الله، ضربنا واحد الدوارات طويله كبيره بزاف، تقريبا خرجنا من 8 الصباح ما وصلنا ليها حتى شويه 11 تقريبا عاد وصلنا ليها والله العظيم. ولكن صراحه الله واخا تعذبنا واخا رغم ذاك الطريق، والله اخوتي قسم الى اش نقول لكم، واحد المنظر واعر واعر بزاف، كتحس بالراحه ما شاء الله. زعما الطبيعه فيها، فيها الماء، فيها الخضره، يا سلام. نتمنى من الله واحد الرساله ما تفوتنيش، كنتمنى هاد ضيت عوا، هاد ضيت اميره عفوا، كنتمنى هاد ضيت اميره لو كان يعتنوا بها المسؤولين اللي كتنتمي لي هاد الضيه. والله العظيم صراحه واحد غير هي مهموله شويه صراحه، ولكن منظر زوين زوين بزاف، يعني كاين فين الاطفال يعوموا، كاين الخضره يعني، وحتى الجو نقي والله العظيم، الجو واعر، الهاد الهدوء. انتم كتشوفوا معنا، حنا دابا كنتواجدوا تحت الشجره، انتم اخوتي كتبعد الستريس ديال المدينه بزاف د الحوايج. مروه ها انا. لا مروه هي كتسلم عليكم، ان شاء الله تجيبوا وليداتكم يشوفوا هاد المناظر ويعوموا. دابا كان غير الصيف ان شاء الله كان، وتسناو نقول لكم واحد الحاجه، وتسناو هاد السيده هذه مازال ان شاء الله غدير شي فيديوهات. يا سلام يا سلام، ان شاء الله انتظروها على قناه سويل تي في. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك، خليكم معنا شوفوا الاجواء كي دايره. طباخات الماهرات هما كيوجدوا لنا كسكسو، داكشي ما شاء الله، الريحه عاطيه جميله هي كتوجد صراحه الله. والله يعطيهم الصحه والله يحفظهم والله يستر لهم الامور ديالهم. مرحبا بكم. ها هي المدام مسكينه كتصاوب كسكسو وان شاء الله باذن الله يوجد، راه شويه بدا الجوع كيدور جهتنا. الوليدات تيعوم مزيان، حيدو الشوق ديال العمان، الصيف يلاه قال بسم الله. مرحبا بكم خوتي، هانتوما الخوت، كسكسو ديالنا كيوجد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما بغيناش نتخلاو على الماكله ديال الدار، هي ان شاء الله الرحمن الرحيم في اجواء مختلفه، ونتمناو من الله يوجد دغيا راه حاجه الجوع. مرحبا بكم معنا، هاك السكسو ديالنا وجد، ومرحبا بكم، اجيو تغداو معنا. المدام الله يعطيك الصحه صراحه الله، الله يعطيكم الصحه كامل، قلب واعر، الناس ناشطه، الله تعالى يخليكم ديما ناشطين. ونتمنى من الله تعالى انه يوفقنا ويوفقكم جميعا في الخير. بابي خوتي
اجي تغدى معنا. اختيني. يلا. غيب شوية واحد واحد ومرحبا بكم كاملين. السلام عليكم احبابي اخوتي، مرحبا بكم. كما جيناكم من بين الصفر ودزنا للضيه ديال لالا اميره وقضينا فيها واحد الوقت زوين واعر واعر، وصراحه الله ضيه واعره واعره، واحد المنظر يا سلام احبابي. اليوم دابا حلينا الرحال في مدينه ام الزار بالضبط، حنا الان في عين السلطان كما كتشاهدوا معنا، واحد المنظر زوين ونتمنى انكم تجيو تشوفوا، واحد المنظر واعر واعر. وكندعي المسؤولين ديال مدينه الصفر انهم داك واد كيستغلوا احسن استغلال باش يخلقوا هذا الفضاء بحال هكا اللي يستقطب واحد السياح، واحد يعطي واحد المنظر، واحد رونق جميل لمدينة صفر. خوتي خليكم معنا، احنا الان في عين السلطان، مرحبا بكم تابعونا. سير محمد تما سير. يا يلا سير في يد الله. قضي الغرض. شوفوا اخوتي الناس كيفاش كتعتني بهذا الحوض المائي. شوفوا اخوتي الناس خلقين السعاده وخلقين، يعني الناس كيعتنوا بهذه البحيره دي. المدام والعائلة كيفوجوا ما استطعتش انا باش نركب معاهم في هذا سميتو نظرا للإعاقة اللي كنعيشها. سمحوا لي اخوتي على هذه الصورة المزعجة شوية. المهم هذه العائلة اللي خرجنا درنا واحد الدورة صراحة، فوجنا فوجنا بزاف مع الاخوان. احنا دابا في عين السلطان بالضبط ذات الضياء اللي هي يا واحد المنظر زوين زوين بزاف والله. هذه هي رساله مشفره للمسؤولين انهم يستغلوا هذا الكي باش يعطي واحد الاضافه للمدينه، مدينه صفرو. نتمنى من الله حيت مدينه صفرو غنيه بالماء، يعني كما قال الله تعالى مبوج عندنا من ماء كل شيء حي، يعني الاهم كاين، يعني خاص العمل، العمل على ارض الواقع باش اننا نقدروا نجلبوا السياح ونحركوا المدينه اقتصاديا واجتماعيا لما لا.